المفردات لهذه القضية لم ترد بعد. الدفاع عن الطلبات، وبالتالي لا نستطيع أن نثبت لأن مفيش أمر إحالة ومفيش مفردات أمام المحكمة، فهتؤجل ضم المفردات. هل الدفاع عن الطلبات؟ لا. قررت المحكمة التأجيل في القضية رقم 56460 سنة 2013 بنيه نصر. قررت المحكمة تأجيل لجلسة 27/12 لضم المفردات مع استمرار الحبس المنتهي. في القضية رقم 56458 سنة 2013 بنيه نصر أول. قررت المحكمة التأجيل جلسة 28/12/2020 ضمن المفردات مع استمرار الحبس المتهم. رفعت الجلسة